المنتخب الجزائري بكأس أمم أفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخه. ألف مبروك لكل الشعب العربي والجزائري. لحظات ويرفع المنتخب الجزائري كأس أمم أفريقيا. أصور التتويج بس لأن هيرفع الكأس. بصوره وهنتكلم على طول. تطلعيني في اليوتيوب. ماشي. وش هو اسمه يا مصطفى؟ محمود إبراهيم. انتظار التتويج. لحظات التتويج الرائعة. يتسلم الآن منتخب الجزائر كأس بطولة الأمم الأفريقية قطار مصر 2019. The team captain of Algeria will now receive the trophy of the Total Africa Cup of Nations Egypt 2019. Captain. رياض محرز استلم كأس أمم أفريقيا. لحظات ونرفع الكأس. لحظات يا جماعه.